ورجعنا لحضراتكم مره تانيه وبنوصل معاكم للتقييمات وهي الفقره المنتظره مع الكبير استاذ حسن المستكاوي. جاهز يا فندم؟ جاهز طبعا. يلا بينا نبتدي بالاهلي. الشناوي محمد كام من 10؟ الشناوي درجته لم يختبر. درجته لم يختبر، ماشي منطقي. علي معلول درجته لم يختبر، ده مش صفر يعني. ايوه انا فاهم. لم يختبر يعني. ما جتلوش حاجه عشان نقيمه عليها. صد كوره يعني، بس يعني انا صدها المهم. علي معلول 9 طبعا. ماشي. علي ما شاء الله النهارده. ما شاء الله. اللي بعده حمدي فتحي، واحده في العرض النهارده وشغل عالي برضه. انت يعني ايه يعني؟ انت بتغششني يعني؟ لا بحاول بتحلل البضاعه؟ لا بحاول اثر. هو والله مكتوبه قبل ما انت تقول. لا بحاول اثر على حضرتك مش اكتر. 8.5 8.5 ايش اللي بعده؟ طاهر 8 مروان عطيه 7.5 7.5 لعيب جامد. كنت ما اعرفش حضرتك شفت، كنت بتكلم في المقدمه على الجزئيه بتاعت الباص بتاعه. انا بحس ان الكوره في رجليه ليها تمن، الباصه ليها تمن مش رخيصه يعني، مش رايحه في اي حته وخلاص. الباصه فيها شخصيه. ايوه ودي شخصيه اللاعب. يعني ايه فيها شخصيه؟ يعني طالعه كده. ايوه مش مكسوفه. ايوه في باصه مكسوفه ولا هي مكسوفه ولا هي مش رايحه لاي حد وفي باصه متردده. يعني تروح ولا ما تروحش. ايوه ولا راحة في الهواء. فكويس والله مبسوط لمروان زي بتاع ديانج. ما هي الباصة بتاع ديانج كده برضو. محمد شريف 8 مع انه اتغير بدري يعني، لكن 8 ماشي. قندوسي 8.5 8.5 مكسب بصراحة، لعيب مكسب. اللي بعده كولر 8 النهارده كله تمانيات.